قال وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي إن زيارة ناظره المجري للقاهرة تأتي في ظل علاقات قوية بين البلدين وإرادة سياسية للدفع بهذه العلاقات. وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المجري، استعرض عبد العاطي أوجه التعاون بين البلدين خاصة في مجال النقل والسكك الحديدية. هناك تعاون كما تعلمون وثيقا للغاية في قطاع النقل وفي تحديث قطاع السكك الحديدية في مصر. لا ننسى المشروع الكبير الخاص بتوريد أكثر من 1350 عربة قطار، وهو الصفقة الأكبر من نوعها في تاريخ هيئة سكك حديد مصر. وبالتأكيد هناك عملية التسليم تتم بوتيرة إيجابية وبوتيرة جيدة للغاية. تم توريد أكثر من 970 عربة قطار، والمتبقي يتم توريده وفقا للجدول الزمني.